شكرا جزيلا. فيما يتعلق بملف المصريين في الخارج، انا اشرت في كلمتي الى ان هم محل تركيز واهتمام كبير. احنا بنبص دايما للمصريين في الخارج من اكتر من زاوية. اولا هم يعني سفراءنا الفعليين في الخارج غير سفراءنا الرسميين. رقم اثنين هم يعني حلقة وصل ما بين البلاد التي يعيشون فيها ووطنهم الام. ثلاثة هم وش القفص، يعني العملية الانتخابية دايما بتبدأ بالمصريين في الخارج. الحقيقة احنا يعني عقدنا لقاءات كتير مع المصريين في الخارج، وسوف نستمر في عقد هذه اللقاءات. كل لقاء طبعا عقدناها عن طريق زوم، دول كتيرة جدا، جاليات كتيرة جدا. طبعا بنركز بشكل أساسي، نهتم بالجميع لكن نركز بشكل أساسي على الدول ذات الكثافة التصويتية. لكن حابب أقول لك إن يعني طبعا التصويت يتم في مقر السفارة أو في مقر القنصلية أو في الأماكن التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وده بطبيعة الحال إحنا بنتصرف على أساسه. أما في كويس، حابب أقول لحضرتك برضو من خلال هذا السؤال، لأن إحنا تلقينا الموضوع ده كتير، التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية. تاني، تصويت المصريين في الخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية، وهذه هي القواعد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأعلننا عنها. وأدعو جميع المتابعين إلى متابعة الصفحة الرسمية لحملتنا، لأن احنا بنحط عليها المواد دي أولا بأول. كذلك يجوز للمصريين في الخارج أن هم يصوتوا بجواز السفر المميكن الساري. فأنا بشكرك طبعا. فيما يتعلق بالتبرع لغزة، طبعا احنا أطلقنا التزاما بالتوجيه اللي جالنا من مرشحنا. احنا بنقول ببساطة يا جماعة الآتي، لو انت بتحب الرئيس وعاوز تتبرع للحملة الانتخابية، تفضل بتوجيه هذا التبرع لمؤسسات العمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية لإخواننا في فلسطين وفي غزة. إن شاء الله نأمل أن المساعدات دي تبقى بالقدر الكافي، وإن شاء الله هنبقى سعداء جدا ونحن نطلق القافلة تلو القافلة، يعني باسم الشعب المصري وباسم محبي السيد الرئيس مرشحنا الرئاسة السيد عبد الفتاح السيسي إلى يعني غزة، كسرا للحصار الجائر المفروض عليهم. إن شاء الله يعني لا تستبق الأحداث، أيام قليلة قد تفصلنا عن رؤية بعض المشاهد الطيبة.